رغم أنها أقرت بهدف تعزيز اقتصاد البلاد ورفع مستوى معيشة الأفراد، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني بليبيا لم تؤتي ثمارها بعد، بل وصفها مراقبون وهيئات بغير المجدية. الحمد لله أني صارت حركة كبيرة في الفترة الأخيرة بخصوص 10,000 دولار، وحصلنا إن شاء الله على إيداعات نقدية وإيداعات عن طريق السكوك، وفي حركة مستمرة، والناس الحمد لله فرحانة وسعيدة، وحتى نحن مقابل للمصرف في عمولة وفي حركة. المواطن الليبي الذي عول على وعود الحكومة بتوفير حصة من النقد الأجنبي قيمتها 500 دولار بسعر الصرف الرسمي لكل فرد، فقد الأمل في الإصلاحات مع تهاوي هذا الوعد، لينضم بذلك إلى المصاعب التي واجهت تنفيذ قرار الحكومة بالسماح للتحويلات البنكية بحد أقصى 10,000 دولار وفق السعر الجديد للعملة الأمريكية بعد إضافة الرسوم. توي ما فيش من توفير سيولة، لأن أنت تو بتدفع 40,000، كم تبي تكسب يعني؟ تو قال لك أنك تبي تكسب 4,000، فيني ما هوش مكسب، وتبي تبيعها ب2000، حرام يعني. بعد لما نجينا نبيعها ب2000 وأنت تحسب لي يعني ب3.90 جنيه، بيحسب لي بجنين ونص وزيدني، علي لي على أرباب الأسر جنيه وأكس، يعني تستفيد الدولة من السيولة ويستفيد المواطن منها. يعني لما تقعد الفيزا محسوبة عليك بجنين ونص أنت تكسب. الأسواق هنا في مدينة بنغازي لم تتأثر كثيرا بمصاعب الحصول على العملة الأجنبية، إذ لجأ التجار إلى التحايل على هذه القوانين من خلال استغلال حصص المواطنين من النقد الأجنبي مقابل دفع عمولة لهم، خطوة قوضت جهود الحكومة لضبط أسعار الصرف وعززت الدعوات الرامية لتحرير سعر الصرف. تداعيات الإصلاحات الاقتصادية وصلت مؤخرا إلى قطاعي الطيران والاتصالات، إذ أعلنت شركة الخطوط الليبية المملوكة للدولة رفع تكلفة تذاكر السفر المحلية والدولية بنحو 150%، فيما رفعت شركة المدار للاتصالات كلفة المكالمات الدولية من 750 درهما إلى 2.25 دينار، كما أعلنت عن رفع سعر خدمات الإنترنت مطلع العام.